قولي يا راجل. بيخف الدم يعني ولا صباح الفل على كل متابعين الفاتحة. زي ما انتم شايفين كده احنا موجودين في نادي الخضار النهارده. خليني اخدكم في جوله. كل الخضار اللي انتم يعني بتدوروا عليه هتلاقوه موجود في السوق. زي ما حضراتكم شايفين كل حاجه موجوده في سوق العبور، واحنا دلوقتي موجودين في عنابر الخضار. خلوني اقول لكم الطماطم النهارده سعرها بيتراوح من 9 ل 15 جنيه، البطاطس من 11 ل 17 جنيه، وفي كمان يعني بطاطس فرز اول بيبقى سعرها بيوصل ل 23 جنيه، البصل الابيض من 5 ل 9 جنيه، البصل الاحمر من 4 ل 8 جنيه، الكوسه النهارده في سوق العبور من 14 ل 22 جنيه، الجزر بدون عروش من 7 ل 11 جنيه. كمان زي ما انتم شايفين كده كل حاجه الوان وكل انواع الفلفل موجوده. خليني اقول لكم ان الفلفل الحامي البلدي النهارده من 7 ل 11 جنيه، الفلفل السوق من 9 ل 17 جنيه، الفلفل الرومي البلدي النهارده في السوق العبور بيتراوح سعره من 6 ل 12 جنيه. الفلفل الالوان سعره النهارده للكيلو الواحد ده في السوق العبور، كمان عايزه اكد عليكم ان هو اسعار جمله مش قطاعي. فالفلفل الالوان من 15 ل 30 جنيه النهارده في سوق العبور. عندنا كمان الملوخيه في سوق العبور النهارده من 4 ل 5 جنيه، الخيار السوق من 14 ل 15 جنيه، والبلدي النهارده سعره في سوق العبور من 10 ل 14 جنيه، البامية من 35 ل 43 جنيه، الباذنجان الابيض النهارده من 3.5 ل 8.5، الفلفل الرومي البلدي من 6 ل 12 جنيه، موجود كمان الباذنجان الابيض من 3.5 ل 8.5. كل يعني كل الخضار وكل الحاجات اللي انتم بتدوروا عليها هتلاقوها. البطاطس اهي موجوده في سوق العبور. خلينا نفكركم في سعرها النهارده. سعرها من 11 ل 23 جنيه. الخيار النهارده الصور من 14 ل 18 كيلو. شايفين كمية الليمون ما شاء الله متوفرة بقد ايه النهارده في سوق العبور. سعر كيلو الليمون البلدي النهارده بيتراوح من 3 ل 11 جنيه. كيلو الليمون سعر الجملة من 3 ل 11 جنيه. ده الفلفل برضو، دي البطاطا. سعر كل البطاطا النهارده من 4 ل 9 جنيه جمله. الجزر ابيض جزر كل حاجه هتلاقيها موجوده في سوق العبور. الجزر النهارده من 7 ل 11 جنيه. كل حاجة هتلاقوها متوفرة. النهاردة سعرها كيلو جملة مش قطاعي في سوق العبور عاملة من 35 ل 43 جنيه. الباذنجان طبعا خاص الطماطم اللي كل الناس بتسأل عليها وأهم حاجة في كل البيوت المصرية ما لا غنى عنها، يعني سعرها النهاردة كيلو جملة في سوق العبور من 9 ل 15 جنيه. خلينا اقول لكم كمان ان القرنبيط النهارده القرنبيطة كيلو سعرها من 3 ل 4 جنيه، بس دي طبعا الحجم الصغير.
خلوني اقولكم على اسعار الفاكهه السريعه من مصر. سوق العبور، سعر كيلو برتقال